وعبد الكريم فاطمه استاذه الاجتماعيات في الثانويه ومنخرطه في الانديه ديال الثانويه. اذا بالنسبه لهذه الحفله هذا ديال اليوم جاء احتفاء بذكرى المسيره الخضراء المظفره وفي نفس الان احتفاء بعيد الاستقلال المجيد. اذا هي مجموعه من الانشطه اللي شرف عليها مجموعه من الاساتذه، اذا الاستاذه سعود، الاستاذه سكينه، السيد المدير، الحراس العامون. اذا وبهذه المناسبه كنتقدم الشكر الجزيل 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 للتلاميذ الثانويه العاليه الذين يثبتون في كل مره انهم فعلا في الموعد، يعني في اي نشاط يكونون في المستوى المطلوب. صراحه نقدم واحد لوحات رائعه وجميله، لوحات رائعه بالنسبه للتلميذ المهدي، بالنسبه للتلاميذ الاولى مهني صراحه المسرحيه ديال الميم، وصراحه جميع المشاركه ديال التلاميذ كانت في المستوى المطلوب. وقلت مره اخرى الشكر جزيل للتلاميذ والأطر التربوية ديال المؤسسة التنمية العالية. شكرا.